تحت عنوان تحية إلى رجل الشرطة الإنسان، أحيت فرقة نادي الشرطة الرياضي بحمص حفلا موسيقيا بحضور فعاليات رسمية واجتماعية على مسرح دار الثقافة بالمدينة. هذه الفعالية وإضافة إلى فعاليات أخرى تأتي مثل تكريم شهداء قوى الأمن الداخلي، وهذه الفعالية كما ذكرت هي كلها جميعا تأتي في سياق احتفالات عيد الشرطة لكل عام. عبارة عن رسالة، هي تحية من جمهور الناس، من الناس العاديين، من جمهور الثقافة، من النادي، من جمهور النادي لرجل الشرطة العادي، رجل الشرطة الإنسان اللي بجسد بأعماله اليومية الحالة الإنسانية. الحفل تضمن أغاني تراثية من مختلف المحافظات السورية لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور. نحن بنشكر كل كان الحضور، بنشكر كل العالم اللي كانوا، بنشكر رجال الشرطة اللي كانوا موجودين. هي رسالة حب وشكر لرجل الشرطة الإنسان اللي عم يدافع عن كرامات الناس وحقوقهم. كتير حلوين، الله يعطيهم العافية، ونحن نتمنى على طول يكون في هيك فعاليات. حفل رائع جدا حقيقة، موسيقاهم أخذتنا رحلة بين ثنايا الثقافة السورية الراقية والعريقة والخالدة في نفوسنا جميعا. الفعالية تهدف لإظهار الدور الإنساني والثقافي لقوى الأمن الداخلي كجزء من المجتمع، إلى جانب قيامهم بمهامهم في حماية ممتلكات المواطنين، مع دورهم بتعزيز حضور الثقافة والتراث الموسيقي السوري. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص.